في إطار الزيارة الرسمية للمشاركة في أعمال الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية الروسية المشتركة بالعاصمة الروسية موسكو، التقى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة بورصة موسكو السيد ألكساندر أفانا زييف بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة موسكو السيد فلاديمير سيدورف، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بسوق الأوراق المالية وبحث فرص الشراكة وتبادل الخبرات بين بورصتي البحرين وموسكو والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات في المجالات المشتركة. بعدها قام سعادة الوزير والوفد المرافق له بزيارة إلى بورصة موسكو، طلع خلالها على المراحل التاريخية والتطورات التي مرت بها بورصة موسكو حتى الآن.